أول تصريح من الجيش المصري بشأن سد النهضة: ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب. ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب. ثم يتم أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. استعرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور كلمة العقيد ياسر وهبة مقدم ندوات القوات المسلحة من الندوة التثقيفية 31، والتي قال فيها أن هناك حروبا يخوضها رجال القوات المسلحة في ميادين القتال، وهناك معارك أخرى يخوضها رجال الخارجية المصرية في ميدان الدبلوماسية، وأن الحرب والسياسة وجهان لعملة واحدة، وأن ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب. ثم يتم استكماله بالمفاوضات. وعقب الباس خلال تقديم برنامج 90 دقيقة المذاعة عبر فضائية المحور: هذه هي العقيدة المصرية، المعارك التي لا تحسمها السياسة تحسمها الحرب، ثم العودة لطاولة المفاوضات، وهذا ينطبق على أي مشكلة تواجه مصر. وأكد الباس أن هذا ليس رسالة موجهة لإثيوبيا بعد تعنتها في مفاوضات سد النهضة، وإنما هي فلسفة الدولة المصرية بشكل عام. ولفت الباز إلى أن أزمة سد إثيوبيا حدثت بسبب الفوضى التي حدثت منذ يناير 2011، والمفاوضات التي دخلتها مصر ليس لمنع بناء السد، وإنما لتقليل الأضرار من ملء وتشغيل السد. هناك حروب يخوضها رجال القوات المسلحة في ميادين القتال، وهناك معارك أخرى يخوضها رجال الخارجية المصرية في ميدان الدبلوماسية، فالحرب والسياسة وجهان لعملة واحدة. ما لا يتحقق بالسياسة يتحقق بالحرب. ثم يتم